أهلاً بكل متابعينا. في الفيديو ده هنتكلم عن الحالة الفلكية خلال الأسبوع اللي بيبدأ بيوم السبت 2 سبتمبر وبينتهي بيوم الجمعة 8 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه خلال الأسبوع ده على مواليد برج الثور. مواليد الثور الأسبوع ده عندكم 3 أيام الحظ بيحالفكم خلالهم، والثلاث أيام دول هم يوم الاثنين والثلاث وكمان يوم الجمعة، يعني يعتبر يعني في نص الأسبوع في يومين حلوين اثنين وثلاث، وآخر يوم في الأسبوع كمان يوم الجمعة عندكم إن شاء الله حظ كبير. هنشوف بقى الحظ بالذات ممكن يحالفكم في أنهي أصعدة. أول حاجة يوم الاثنين والثلاث القمر موجود في برجكم، فبيديكم الحظ على كل تقريبا على كل الأصعدة. عندكم منتهى السحر والتألق والجاذبية، وعندكم ثقة بالنفس أكتر، وتعرفوا في يوم الاثنين والثلاث أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بمنتهى الذكاء. عندكم كمان قدرة انكم تمشوا اي مواقف لصالحكم وتفرضوا ارادتكم وتفرضوا سيطرتكم في يوم الاثنين والثلاث. كمان على الصعيد العاطفي رغم معاكسة فينوس ليكو، لكن تقدروا في يوم الاثنين والثلاث تكونوا مؤثرين جدا في الجنس الآخر، فلو حتى في مثلا خلافات عاطفية بسبب معاكسة فينوس، لكن وجود القمر في برجكم بيديكوا تأثير حلو على الجنس الآخر، وكمان وجود الشمس في منزل الحب كمان بتديكوا إشراقة أكتر. كل ده يعني يساعدكم انه يديكم يومين حلوين في اصلاح العلاقات العاطفية. وطبعا هما يومين هايلين في الشغل، لو عايزين تنجزوا اي حاجة وتمشوها في الاتجاه اللي انتوا عاوزينه، يعني يفضل انها تتعمل في يوم الاثنين والثلاث، يعني المواعيد المهنية المهمة يفضل انها تتاخد في يوم الاثنين والثلاث. أما يوم الجمعة اللي هو آخر يوم في الأسبوع، فالقمر هيكون في منزل العلاقات، بيديكم يوم هايل على مستوى العلاقات، تقدروا أنكم توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم مهنيا وعائليا واجتماعيا، وكمان حتى ممكن عاطفيا رغم معاكسة فينوس. فيوم الجمعة يوم حلو للخروج وللانطلاق مع الأصحاب أو مع الأهل والقرايب. لو عندكم شغل في يوم الجمعة ممكن يكون يوم مناسب لعمل لقاءات مهنية موفقة جدا، هتقدروا انكم تبرزوا مواهبكم في اليوم ده، وتعرفوا انكم تكونوا مقنعين، يعني لو عايزين تقنعوا اي حد باي فكرة في اليوم ده حتى عندكم القدرة على الاقناع. ومش شرط ده يكون بس في الشغل، يعني لو عايزين تقنعوا حد عائليا بفكرة او حد من الاصحاب، لو عندكم أولاد كمان لو عايزين تقنعوا أولادكم بفكرة أو عايزين توجهوهم لاتجاه معين، كل ده ممكن يكون متاح وتكونوا موفقين فيه في يوم الجمعة إن شاء الله. فيوم الجمعة لو وجهت ليكوا أي دعوات اجتماعية أو عائلية أو حتى مهنية ما ترفضوهاش، لأن ممكن من خلال العلاقات تظهر لكم فرص هايلة إن شاء الله. ده بالنسبة للثلاث أيام اللي فيهم حظ كبير بالنسبة لكم، بس بما أنه في ثلاث أيام حلوين فده معناها أنه في 4 أيام لازم تكونوا حذرين خلالهم. ال4 أيام دول هما يوم السبت والحد ويوم الأربع والخميس. يوم السبت والحد أول يومين في الأسبوع، الأسبوع بيبدأ والقمر موجود في المنزل ال12، وده منزل الصحة السلبي،
فيوم السبت والحد مهم جدا انكم تاخدوا بالكم انه الطاقة مش كبيرة، فضروري انكم تاخدوا وقت كافي من الراحة، تنظموا جهودكم وتحاولوا انكم ما تتحملوش على نفسكم، ما تهملوش اي عارض صحي تشعروا بيه، يعني نظموا جهودكم ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، لما تنظموا الاولويات فبالتالي ما تضيعوش الطاقة في شيء ملوش لازمة. مهم كمان في يوم السبت والحد انكم تحافظوا على السرية والكتمان جدا. في اليومين دول سبت وحد ممكن تبقى العيون مسلطة عليكم اكتر، فحاولوا انكم تشتغلوا في صمت، ما تتكلموش، تبعدوا عن العيون قد ما تقدروا، عن الاضواء، وما يعني ما تعلنوش خططكم، وكمان ابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. مواليد أصلا التور بتحبوا شوية انكم يعني تفخروا بالحاجات اللي عندكم أو بأي شيء بتعملوه، مفيش داعي للموضوع ده بالذات في يوم السبت والحد، علشان بس الدنيا تمشي معاكم بصورة أفضل إن شاء الله. أما يوم الأربع والخميس فهيكون القمر في المنزل الثاني، وده بيخلي تركيزكم أقل، فحاولوا في يوم الأربع والخميس أنكم تضعفوا تركيزكم بأنكم تراجعوا كويس كل حاجة قبل ما تنفذوها. يعني لو عندكم شغل في يوم الأربع والخميس يبقى تاخدوا بالكم تراجعوا كويس كل خطوة في شغلكم قبل ما تتنفذ، عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. نفس الحكاية في الفلوس، ممكن كمان في الأربع والخميس يكون عندكم ميل للتبذير وللتسرع أكتر، ودول يومين مش مناسبين أبدا للمغامرة في الفلوس، فخدوا بالكو يراجعوا كويس حساباتكو، ما تغامروش في بيع أو في شراء، ادرسوا كويس قراراتكو، كمان حافظوا على حاجتكو من إنها تضيع أو تتكسر، خصوصا وسائل الاتصالات زي الموبايل أو أي حاجة يعني تليفون، أي حاجة ممكن تكون عرضة إنها تضيع أو تتكسر، خصوصا ده مع تراجع عطارد. فيوم الأربع والخميس بس ضعفوا التركيز وضعفوا الحذر. كمان عاطفيا طول الوقت افتكروا انه فينوس في وضع معاكس، وده بيخليكم عرضة لخلافات عاطفية او لسوء تفاهم عاطفي او تشوش عاطفي، فحاولوا بس تكونوا صبورين ومتسامحين وتجنبوا الصدام مع الشخص اللي انتم مرتبطين بيه ده لو انتم مرتبطين، ولو مش مرتبطين يعني خدوا وقتكم وادرسوا براحتكم، ما تستعجلوش في قرار الارتباط في الوقت الحالي. ان شاء الله الاسبوع كله يكون حلو، وكل اسبوع وانتوا طيبين.